بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني على قناة STC سلموني تريدينج شانل. أهلا ومرحبا بكم مع كورس التحليل الفني سلسلة الشموع اليابانية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذج مشابه للنموذج الابتلاعي، لكنه يعتبر أقل تواجد ونادر نوعا ما في الحدوث، لكن في نفس الوقت له أهمية كبرى في انعكاس السعر. هذا النموذج هو دارك كلاود كفر وبيرسينج باترن. الترجمة المعتمدة في اللغة العربية بالنسبة للدارك كلاود كفر إما غطاء السحابة المظلمة أو السحب الركامية القاتمة، أما البيرسينج باترن ترجمته الاختراق أو ثاقب الحلي. كل من النموذجين للوهلة الأولى يبدوان شبه النموذج الابتلاعي انجولفينج باترن، حيث يوجد شبه كبير بينهما وبين هذا النموذج، حيث يتكون هذا النموذج من شمعتين وفيه اختلاف بين لوني الشمعتين، وكمان عندنا تفاوت في مستويات الافتتاح والإغلاق. هذا يظهر للوهلة الأولى، حيث أن كل من دارك كلاود كفر وبيرسينج باترن متشابهان إلى حد كبير، فما هو سبب التسمية وما الفرق بينهما وما هي شروط تكون كل منهما وكيف يستخدم كل نموذج منهما في التداول؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذه المحاضرة. أولا، سبب اختلاف التسمية: يختلف اسم كل نموذج منهما على حسب تواجد النموذج في المكان السعري. إذا كان موجود في نهاية اتجاه صاعد سمي دارك كلاود كفر، أما إذا كان موجود في نهاية اتجاه هابط سمي بيرسينج باترن. أولا، بالنسبة لنموذج دارك كلاود كفر، هذا النموذج يتكون بعد اتجاه صاعد أو في نهاية الاتجاه الصاعد، سواء كان هذا الاتجاه طويل أو كان قصير. لو حبينا نعرف مكان تواجده على الشرط، الشكل اللي عليه مستطيل ده، هذا هو نموذج دارك كلاود كفر، وحالا دلوقتي هنشرحه بالتفصيل. لكن دلوقتي احنا بنعرف سبب التسمية وكمان بنتعرف على شكله على الشرط. هذا النموذج يتشكل من شمعتين يتواجد في أعلى الأسعار بعد اتجاه صاعد، ويكون في معظم الحالات مسؤول عن عكس الاتجاه إلى أسفل، ولذلك يسمى دارك كلاود كفر. أما نموذج بيرسينج باترن فهو يكون بعد اتجاه هابط، سواء كان هذا الاتجاه طويل أم قصير، يتشكل أيضا من شمعتين ويكون مسؤول في معظم الحالات عن عكس الاتجاه، وهذا هو سبب التسمية. وبكده يبقى عرفنا سبب اختلاف التسمية في النموذجين، أي أن التسمية ترجع إلى اختلاف أماكن تواجد كل نموذج. لو تواجد النموذج في نهاية اتجاه صاعد سمي دارك كلاود كفر، أما إذا تواجد في نهاية اتجاه هابط سمي بيرسينج باترن. دلوقتي هناخد معايير تشكل نموذج دارك كلاود كفر. ما هي الشروط التي يجب توافرها في هذا الشكل حتى أحكم عليه إن ده دارك كلاود كفر، وبالتالي ممكن أستخدمه في التحليل ومن ثم أستخدمه في التداول؟ عندي 5 شروط أساسية لتشكل هذا النموذج. الشرط الأول، يجب أن يكون السوق في مسار عام واضح أنه صاعد حتى ولو كان هذا المسار قصير، أي لا يأتي في حركة عرضية ولا يأتي في اتجاه هابط. الشرط الثاني، يجب أن يكون افتتاح الشمعة الثانية فوق الظل العلوي للشمعة الأولى كما هو موضح على الرسم. نموذج دارك كلاود كفر جاء في نهاية اتجاه صاعد، واضح إن افتتاح الشمعة الثانية فوق ظل الشمعة الأولى. ولو تفتكر إن ده عكس النموذج الابتلاعي، كان لازم الشمعة الثانية هي اللي تفتح فوق مستوى إغلاق الشمعة الأولى، إنما هنا في هذا النموذج الدارك كلاود كفر الشمعة الثانية
لازم تفتح فوق ظل الشمعة الأولى، وهذا شرط أساسي. أما الشرط الثالث فهو إغلاق الشمعة الثانية، يجب أن يتجاوز 50% من الشمعة الأولى، يعني الشمعة الثانية تغلق عند أكثر من نصف الشمعة الأولى. إذ لم يتجاوز إغلاق الشمعة الثانية منتصف الشمعة الأولى فلا يمكن اعتبار هذا النموذج صحيح. أما الشرط الرابع فهو اختلاف ألوان الشموع، أي أن لازم الشمعة الأولى تكون شمعة ثيران خضراء شرائية، أما الشمعة الثانية فتكون شمعة دبابة حمراء بيعية. الشرط الخامس والأخير، وده شرط مهم جدا، وهو شرط التداول بهذا النموذج. كيف أتداول بهذا النموذج ويكون تداولي صحيح وصفقتي إن شاء الله ربحانة بنسبة 100%؟ إذا أغلقت الشمعة الثالثة تحت الظل السفلي لأول شمعة في النموذج، أي تحت الظل السفلي للشمعة الخضراء، فهذا تأكيد للبيع، يعني تدخل بيع، تدخل صفقة بيع بعد الشمعة الثالثة، بعد النموذج، بعد ما تغلق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى الخضراء، كما هو موضح على الشرط. الشمعة الثالثة التي تفتح في هذا المستوى إذا أغلقت تحت الظل السفلي لأول شمعة فهذا عبارة عن تأكيد للبيع، أي أن لازم الشمعة الثالثة تقفل وتغلق تحت الظل السفلي لأول شمعة في النموذج، يعني تحت الظل السفلي للشمعة الخضراء الشرائية. إلى جانب هذه الشروط التي ذكرناها، هناك عوامل أخرى إذا أضيفت للشروط السابقة فإنها تزيد من قوة واحتمالية الإنعكاس. ما هي هذه العوامل؟ أول هذه العوامل، كلما زادت درجة الاختراق للشمعة الثانية لأسفل زادت فرصة الإنعكاس، يعني إذا زاد إغلاق الشمعة الثانية إلى مستوى افتتاح الشمعة الأولى تحول هذا النموذج من دارك جلاود كفر إلى بيريش انجولفينج، وفي هذه الحالة تكون قدرته أكبر على عكس الاتجاه. يعني أنا لو حبيت أعمل مقارنة بينه وبين النموذج الابتلاعي الدببي بيريش انجولفينج باترن، هتلاقي إن النموذج الابتلاعي أقوى في عكس الاتجاه من الدارك كلاود كفر. العامل الثاني، إذا جاء النموذج في مسار صاعد ينتهي بشمع الثيران ممتلئة وبدون ظلال، والشمعة الثانية تفتح من نفس مستوى إغلاق الشمعة الأولى وتغلق عند نفس مستوى افتتاح الشمعة الأولى، فهذا يعطي النموذج قوة أكبر على الإنعكاس. طيب ما معنى هذا الكلام؟ تخيل إن الشمعة الخضراء دي اللي قدامك بدون ظلال، والشمعة الحمراء التي تليها تفتح من عند إغلاق الشمعة الخضراء وترجع تقفل عند مستوى افتتاحها، ده برضو يعتبر شكل من أشكال الدارك كلاود كفر، ويحمل دلالة على حدوث انعكاس في الأسعار. ولكن الشرط الأساسي هنا إن تكون الشمعة الأولى والثانية بدون ذيول، أهم حاجة أن تكون الشمعتان بلا ذيول. أما العامل الثالث، إذا فتحت الشمعة الثانية فوق مستوى مقاومة مهم وأغلقت تحته كما هو موضح بالرسم، تخيل معي اتجاه صاعد، جاءت شمعة الثيران الخضراء الأولى وذيل هذه الشمعة الخضراء كان عند مستوى مقاومة مهم، والشمعة الحمراء اللي جت بعدها فتحت أعلى من مستوى المقاومة وكمان أعلى من ظل الشمعة الخضراء التي سبقتها، إذن كده شرط النموذج محقق. ولكن الميزة الإضافية هنا إن الشمعة الحمراء فتحت أعلى من مستوى المقاومة وكمان أغلقت تحت هذا المستوى عند أكثر من 50% من الشمعة الخضراء، هذا
يزود من احتمالية الانعكاس ويقويه، اللي هو افتتاح الشمعة الحمراء فوق مستوى المقاومة. يبقى عندي النموذج صحيح بشروطه، بالإضافة إلى هذا العامل ادخل ابتداء من الشمعة الثالثة صفقة بيع. أما العامل الرابع والأخير من عوامل تقوية هذا النموذج هو وجود حجم تداول عالي في الشمعة الثانية. الأسواق الحالية فيها مرونة في أحجام الشموع اليابانية، فتلاقي إغلاق الشموع وافتتاحها بيكون قريب جدا من بعض زي ما احنا شايفين كده على الشرط. هتلاقي الشمعة الحمراء أغلقت عند مستوى معين، والشمعة اللي جت بعدها فتحت بعدها بقليل. ولكن في حالات بتلاقي فيها هذه الشمعة الثانية تفتح بشكل مرتفع إذا قارنتها بذيل الشمعة الأولى. تخيل معي إنها فتحت من هذا المستوى ونزلت هذا النزول الحاد، وكمان تجاوزت 50%. هذا هو ما نعبر عنه بوجود حجم تداول عالي في الشمعة الثانية، وده بيزود احتمالية الانعكاس بشكل أكبر، وهذا ما نقصده بجملة وجود حجم تداول عالي في الشمعة الثانية. والخلاصة أن هذه العوامل الأربعة التي أضفناها إلى الشروط الخمسة السابقة لتكون النموذج تقوي موقف نموذج دارك كلاود كفر وتدعمه في قدرته على عكس الاتجاه، وبالتالي أنت كمتداول تقدر تدخل صفقة بيع من بعد اكتمال هذا النموذج. أما بالنسبة للعوامل الأربعة التي ذكرناها مؤخرا، إذ لم تتوفر وتوفرت الشروط الخمسة فقط، مفيش أي مشكلة، يظل النموذج صحيح وله القدرة على عكس الاتجاه السابق من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط. والآن مع أمثلة على نموذج دارك كلاود كفر. المثال الأول، قلنا لكي يتكون النموذج لابد أن يكون في ترند صاعد، ومش هيفرق إذا كان هذا ترند قصير أو طويل. زي ما احنا شايفين على الشارت، تشكل معي هذا النموذج داخل المستطيل واللي جه في نهاية اتجاه صاعد، وهذا هو الشرط الأول من شروط تكون النموذج وهو محقق. أما الشرط الثاني فهو أن تكون الشمعة الأولى شمعة شرائية خضراء، وهذا أيضا شرط محقق. والشرط الثالث هو أن الشمعة الثانية تفتح أعلى من الظل العلوي للشمعة الأولى، وليس فقط أعلى من جسم الشمعة، وتغلق بعد 50% من الشمعة الأولى، وكمان هذا الشرط متحقق. أما الشرط الرابع والأخير والذي يتحقق في هذا النموذج المثالي هو موضوع الألوان، في تباين واضح بين الشمعة الأولى الخضراء والثانية الحمراء. كده ده نموذج رائع ومثالي بنسبة 100% على الدارك كلاود كفر. طيب السؤال هنا، كيف أستخدم هذا النموذج في التداول؟ زي ما قلنا لازم أستنى شمعة التأكيد الثالثة التي يجب أن تغلق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى. يعني إذا أغلقت الشمعة الثالثة أسفل الظل السفلي للشمعة الخضراء الأولى في النموذج، هذا تأكيد لي بحدوث الانعكاس، أدخل صفقة بيع ربحانة إن شاء الله من خلال هذه الشمعة الثالثة أو من خلال الشمعة التي تليها، أي أن الشمعة الثالثة هي بداية دخول صفقات البيع. طيب كمان لو حبيت أستخدم هذا النموذج في التحليل الفني، هذا النموذج في حد ذاته خلاني أتنبأ باحتمالية انعكاس الأسعار، لكن حسب التحليل الفني الكلاسيكي مبدئيا كده هذه الزيول عند المنطقة المظللة باللون الأصفر تعبر عن مستويات مقاومة، حيث أنها موجودة في الجهة العليا، تبقى دي عندي على طول مستويات مقاومة، السعر لمسها وما قدرش يخترقها وعكس الاتجاه عندها. من الأفضل للمتداول اللي فاهم تحليل فني إنه ما يدخلش مباشرة بعد الانعكاس عند منطقة المقاومة زي ما بيعمل كتير من المتداولين، استنى لما النموذج يكتمل وتظهر شمعة التأكيد الثالثة اللي احنا اتكلمنا عنها وادخل بعدها صفقات بيع. يبقى هنا الصبر ثم الصبر ثم التريث
عشان تستفيد من النموذج اللي قدامك بشكل كامل، ويبقى عندك سببين للدخول: السعر لامس منطقة المقاومة ثم عكس، وكمان ظهور نموذج دارك كلاود كفر. واللي أكد الإنعكاس هو إغلاق الشمعة الثالثة تحت ظل الشمعة الأولى الخضراء. ادخل من هذا المكان اللي مكتوب عنده كلمة بيع. ودلوقتي هنتكلم عن شروط تكون نموذج بيرسينج باترن. السؤال: ما هو معايير تشكل هذا النموذج؟ أو بصيغة أخرى، ما هي الأسس والقواعد اللي لما أشوف الشموع اليابانية مكونة بها أحكم على طول إن ده نموذج بيرسينج باترن؟ أول شرط من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في هذا النموذج أن يكون السوق في مسار عام واضح إنه هابط حتى ولو كان قصير. تاني شرط: افتتاح الشمعة الثانية يجب أن يكون أسفل الظل السفلي للشمعة الأولى، يعني الشمعة الأولى أتت في ترند هابط، إذن تبقى دي شمعة دببة حمراء بقاعين، وكمان الشمعة اللي جت بعدها فتحت أدنى من الظل السفلي للشمعة الأولى، ده شرط أساسي. أما الشرط الثالث فهو إن إغلاق الشمعة الثانية يجب أن يتجاوز 50% من جسم الشمعة الأولى، يعني تغلق الشمعة الثانية عند أكثر من نصف الشمعة الأولى. أما الشرط الرابع هو اختلاف لون الشموع، بيكون عندي الشمعة الأولى دبابية بيعية حمراء، والثانية سيرانية شرائية خضراء واضحة وضوح الشمس، وليست شمعة صغيرة أو شمعة دوجي أو ما شابه ذلك. أما الشرط الخامس والأخير، وده أهم شرط عندي، ليه؟ لأن ده هو الإجراء العملي اللي أنا هعمله، وهو كيفية التداول بهذا النموذج. ضروري إن أنا استنى الشمعة الثالثة، شمعة التأكيد، بحيث إذا أغلقت الشمعة الثالثة فوق الظل العلوي للشمعة الحمراء الأولى، فده تأكيد ليا إن الإنعكاس قد تم بالفعل، يعني الشمعة الثالثة إذا فتحت من هذه المستويات وأغلقت أعلى من الظل العلوي للشمعة الأولى، كده أقدر أدخل صفقة شراء منها أو من الشمعة التي تليها. إذن كده أنا عندي 4 شروط لتكون هذا النموذج. أما الشرط الخامس فهو شرط التداول، وده مهم جدا، وكمان عندي عدة عوامل أخرى تزيد من قوة واحتمالية الإنعكاس في نموذج بيرسينج باترن، وهي: رقم 1، كلما زادت درجة الاختراق لأعلى زادت فرصة الإنعكاس. زي ما قلنا في الشروط، لازم الشمعة الثانية تغلق أعلى من 50% من الشمعة الأولى، لكن كل ما يزيد الاختراق كل ما كانت احتمالية الإنعكاس بتكون أكبر. وخلي بالك إن ممكن في هذه الحالة النموذج بيرسينج باترن يتحول على طول لنموذج بوليش انجلفينج، وده إذا زادت درجة الاختراق وتعدت جسم الشمعة الأولى، في الحالة دي يصبح نموذج بوليش انجلفينج باترن، وإحنا عارفين إن النموذج ده له قوة أكبر في عكس الاتجاه. أما رقم 2 من العوامل التي تزيد من احتمالية إنعكاس نموذج بيرسينج باترن، إن المسار لما يكون هابط ينتهي بشمعة دبابية حمراء ممتلئة وبلا ظلال، وكمان الشمعة الثانية تفتح عند نفس مستوى إغلاق الشمعة الأولى وتغلق عند نفس مستوى افتتاح الشمعة الأولى، يعني هيكون فيه بلغة الرياضيات توازي وتطابق بين الشمعتين. وطبعا أهم حاجة إن الشمعتين يكون بلا ظلال علوية أو سفلية. وهذا الشكل أيضا متداولين كتير مش بياخدوا بالهم منه، إنه بيندرج تحت نموذج بيرسينج باترن، وإنه عنده قابلية قوية لعكس الاتجاه. أما العامل رقم 3 هو إذا فتحت الشمعة الثانية تحت مستوى دعم مهم وأغلقت فوقه. خلي بالك إن كل الشروط والعوامل في هذا النموذج هو عكس شروط وعوامل نموذج دارك كلاود كفر. تخيل معي هذا المستوى
مستوى دعم مهم جدا، والشمعة التالية فتحت أدنى من مستوى الدعم هذا وأغلقت فوقه، ولا زالت محققة لشروط بيرسينج باترن. هذه الميزة تعتبر إحدى العوامل اللي هترفع من احتمالية الإنعكاس بشكل كبير جدا، على اعتبار أن نموذج بيرسينج باترن عاكس للاتجاه الهابط، أي بيعكس الاتجاه من هبوط إلى صعود. أما العامل الرابع والأخير من العوامل التي تقوي هذا النموذج وتدعمه من أجل إحداث الانعكاس، فهو وجود حجم تداول عالي في الشمعة الثانية، وفي الغالب حجم التداول هذا يظهر في صورة جاب، أي فجوة سعرية. وموضوع الفجوات هنتكلم عنه بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. المهم أن السعر بدلا من أن يفتح قريب من الذيل، نجده يفتح من هذه المستويات، مما يؤدي لحدوث هذا الجاب وظهور هذه الفجوة السعرية عشان يسد الفجوة. وخلي بالك، كل ما جمعنا في النموذج أكبر عدد ممكن من الشروط والعوامل، كل ما كان عندي تأكيد أكبر على عكس الاتجاه. وهي دي ميزة الشموع اليابانية، إنها بتخدمني في التحليل الفني وبتديني قراءة واقعية إلى حد ما لحركة السوق، وبكده أقدر أستفيد منها في التداول بشكل جيد. دلوقتي هناخد أمثلة عملية على نموذج بيرسينج باترن. مثال واحد، الشكل اللي قدامي ده عبارة عن انعكاس مباشر بعد تكون نموذج بيرسينج باترن، عبارة عن اتجاه هابط تشكل بعده النموذج. نموذج متكامل موجود في اتجاه هابط واضح، الشمعة الأولى شمعة حمراء بيعية والثانية خضراء شرائية. الشمعة الثانية افتتحت عند أقل من ظل الشمعة الأولى وأغلقت فوق 50% من جسم الشمعة، وعندي تباين واضح في الألوان، يبقى كده ده نموذج مستوفي لجميع الشروط. طيب أهم حاجة عندي إزاي أتداول بالنموذج ده؟ لو جيت أتداول وفقا للشموع اليابانية فقط، فأنا محتاج أشوف الشمعة الثالثة هي اللي هتأكد لي هل النموذج ده صحيح وقوي أم لا. الشرط الأساسي الشمعة الثالثة إذا أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الأولى للنموذج، فهي في هذه الحالة إشارة للدخول وتأكيد لي على أن النموذج صحيح والسعر فعلا بدأ في عكس الاتجاه، أدخل من هنا أو من بعدها مباشرة. أما المثال الثاني برضه على نفس النموذج، النموذج اللي عليه مستطيل ده هو نموذج بيرسينج باترن. طيب برضه على أساس إيه أنا حكمت عليه؟ نشوف كده الشروط متوفرة ولا لأ. الشرط الأول فعلا النموذج جاء في نهاية اتجاه هابط، وده أول شرط صحيح. الشرط الثاني، الشمعة الأولى هي شمعة دبابية بائعين حمراء، الشمعة الثانية التالية لها على طول شمعة سيران مشترين خضراء. هذه الشمعة الثانية فتحت تحت الظل السفلي للشمعة الأولى وأغلقت عند أكثر من منتصف جسم الشمعة الأولى، أي إنها أغلقت فوق 50% من الشمعة الأولى، وكمان واضح تباين واختلاف لون الشمعتين. طيب لو حبيت أضيف عوامل تحليل فني أخرى، لو تلاحظ إن الشمعة الخضراء الثانية في النموذج فتحت تحت مستوى دعم وأغلقت أعلى من هذا المستوى ومحققة لجميع الشروط السابقة، كل ده يقوي موقف النموذج ويدعمه في قدرته على عكس الاتجاه. طب دلوقتي أنا لو بصيت على الشمعة الثالثة اللي أنا المفروض أتداول من بعدها، أنا ملاحظ إن الشمعة الثالثة اللي باللون الأحمر لم تحقق الشروط على الرغم من توفر جميع شروط الانعكاس في النموذج. احنا دلوقتي محتاجين الشمعة الثالثة تغلق فوق الظل العلوي للشمعة الأولى في النموذج حتى أكون متأكد فعلا إن الانعكاس هيحصل. دلوقتي أنا عندي هنا مشكلة، أنا ما عنديش الشمعة الثالثة اللي بتحقق الشرط ده. طب كده هل النموذج أصبح فاشل؟ الإجابة طبعا لأ، النموذج صحيح وناجح بنسبة 100%. لو تلاحظ كمان الشمعة الرابعة والخامسة والستة لم تحقق هذا الشرط،
في هذه الحالة اوعى تفكر في الدخول. ليه؟ لان الشمعة الثالثة والرابعة والخامسة لم تحقق الشرط. طب ادخل امتى؟ ادخل بعد اول شمعة تغلق بعد الظل العلوي لشمعة النموذج. اشوف الظل العلوي لشمعة النموذج فين، والشمعة التي اغلقت بعد هذا الظل، اي بعد الظل العلوي للشمعة الحمراء، لان النموذج عشان يكون صحيح وتداول به لابد ان يكتمل، ولا يكتمل النموذج الا بعد ان يخترق السعر نموذج البيرسينج باترن. وده تقريبا حصل عندي شمعة الدوجي اللي ابتدي اتداول من بعدها. اهم حاجة استنى اغلاق احد الشموع فوق الشمعة الاولى من نموذج بيرسينج باترن. طالما الشموع اللي اتكونت بعده لم تغلق فوق اعلى ظل الشمعة الاولى، ولم تنجح في النزول ادنى من مستوى ظل الشمعة الثانية، يبقى هذا النموذج صحيح. استنى نقطة الدخول بتاعتي من الشمعة التي سوف تغلق كمان مرة، سوف تغلق فوق الظل العلوي لشمعة النموذج الاولى. ودلوقتي هننتقل الى نموذج شبيه بالبيرسينج باترن لكنه لا يملك القدرة على العكس الاتجاه. عندي ثلاث نماذج تشبه هذا النموذج ولكنها ليست نماذج انعكاسية. مهم جدا ان المتداول يعرفها في الشموع اليابانية. الاول نموذج حصار المضيق اللي هو اونيك باترن، الثاني نموذج شلل المضيق انيك باترن، الثالث اللي هو ثراستينج باترن اسمه نموذج اقتحام المضيق. دي نماذج تشبه نموذج بيرسينج باترن لكنها غير عاكسة للاتجاه وتعتبر نماذج استمرارية. النموذج الاول نموذج حصار المضيق، عندي اتجاه هابط، معايا الشمعة اللي المفروض تشكل لي نموذج بيرسينج باترن الخضراء دي. الشروط هنا الخاصة بهذه الشمعة غير متوفرة لان هذه الشمعة الخضراء هنا لم تغلق فوق 50% للشمعة الحمراء التي قبلها. لو شفت الشكل ده على طول تحكم عليه انه ده مش نموذج بيرسينج باتر. الشرط الاول اي نعم محقق، السعر فتح ادنى الذيل ولكنه لم يغلق فوق منتصف جسم الشمعة الثانية، هذا يجعل السعر ينزل اكتر، وهذا هو احد الاشكال التي تدل على نزول السعر وليس على الانعكاس. وطبعا الشمعة التالتة اللي جت بعد كده هي اللي اكدت لي استمرار النزول. النموذج التاني هو نموذج شلل المضيق انك باترن، يكون في اتجاه هابط ثم يحدث شمعة المشترين الخضراء بتفتح ادنى من الظل السفلي للشمعة الحمراء اللي قبلها ولكن تغلق عند إغلاق جسم الشمعة الأولى، هذا أيضا من النماذج التي تؤدي إلى استمرار الاتجاه وليس عكسه. أما النموذج الثالث هو الأقرب في الشكل فقط لنموذج البيرسينج باترن، إلا أنه مجرد شكل فقط بيتكون في نهاية اتجاه هابط. الشمعة الأولى شمعة بيعية حمراء والشمعة التي تليها مباشرة شمعة شرائية، هذه الشمعة الخضراء تفتح تحت الظل السفلي للشمعة الحمراء، إلا أنها تغلق، هو ده السبب، إلا أنها تغلق عند أقل من 50% من هذه الشمعة. هذه الشمعة اخترقت فقط الشمعة الحمراء، إلا أنها لم تنجح في الوصول لبعد منتصفها. هذا النموذج يسمى بنموذج اقتحام المضيق وغالبا يكون بعده استمرار. ولكن في ميزة في هذا النموذج، إذا تكرر أكثر من مرة على فترات زمنية متقاربة يكون لديه القدرة على عكس السعر، بينما إذا كان فردي ظهر يعني بشكل فردي يتكرر المرة واحدة فقط، في هذه الحالة الأفضل إن المتداول يتريث ولا يفكر في الإنعكاس. وفي الآخر هتلاقي إن العامل المشترك بين هذه النماذج والتي يجعلها ليست بيرسينج باترن هو ان الشمعة الثانية لم تنجح في اختراق الشمعة الاولى وتجاوز مستوى 50% منها. اذا
لا يوجد نموذج بيرسينج باترن ما دام هذا الشرط لم يتحقق. حتى لو تحققت باقي الشروط، هذه النماذج الثلاثة تكون أكثر حدوثا في الاتجاه الهابط. لذلك تصنف هذه النماذج الثلاث مع نموذج بيرسينج باترن، لكنها تصنف على أنها نماذج استمرارية وليست عاكسة للاتجاه. احتمالية وجود هذه النماذج في الاتجاه الصاعد بيكون قليل جدا جدا أو تكاد لا تظهر. وبكده يبقى انتهينا من محاضرة اليوم، إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة. لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.